رجعنا لكم مشاهدينا ومستمعينا اينما كنت. كانك كنت بتتكلم. لا لا عادي هذه كلها يقولون ليديز فيرست، شكلها بقولها انا ليديز فيرست. تسلم. طبعا ارحب اليوم بالاستديو معاي بالصحفي الرياضي محمد الجزار. محمد ارحب فيك اليوم معاي، وكأن اللقاء من 4 سنوات كانت اول حلقه لي على الهواء معك. ارحب فيك اليوم. بس دلوقتي ما شاء الله خلاص بقى. لا من البدايه ما شاء الله وتستمر بعد ما شاء الله اكثر. لا اكثر دلوقتي توب ما شاء الله. سعيد جدا ان اكون موجود معاكم نوره وماجد. تحيه لكم وتحيه لكل المشاهدين، ويعطيكم العافيه الحقيقه على البرنامج الجميل. اعتقد حلم ابو عبد الله اتحقق، وفعلا كان عنده حق. البرنامج عامل حاله جميله جدا في الشارع الرياضي الفتره. يعطيك الصحه والعافيه ابو عبد الله، دائما عنده رؤيه ورؤيته دائما تكون في مكانها الصحيح. الله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله، وايضا يصير احسن البرنامج بوجودك ايضا. الله ربنا يخليك. شكرا جزيلا ان شاء الله. طبعا انا سعيد اليوم بوجودك، وبما ان احنا في هذه الاحداث الحماسيه بطوله كاس العالم للانديه نسختها الثانية هني عندنا بقطر من بعد النسخة الأولى والحماس اللي احنا عشناه. طبعا هذه النسخة شوي راح تكون مختلفة، خصوصا في وجود جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية. نظرتك إلى هذه النسخة باختلافها من النسخة الأولى إلى هذه النسخة الثانية؟ يمكن الحقيقة ظروف جائحة كورونا خلتنا نشعر ان الامور هتبقى صعبه جدا، ان ممكن ما يكونش فيه بطوله كاس عالم للانديه اصلا، وده كان وارد جدا. حتى الفيفا كمان كان من المقترحات ان البطوله تتلغي ما تتاجلش، لكن الحقيقه بعد كلام وبعد حديث مع اللجنه المنظمه على مدار الفتره اللي فاتت، البدايه كانت ان البطوله تتاجل الى بدايه السنه الجديده، والحمد لله صارت الامور على ما يرام. بعد كده كان التحدي موضوع الحضور الجماهيري، لكن الحمد لله اعتقد ايضا ان قطر قدرت انها تثبت من خلال استضافتها الكثير من البطولات الدولية، مش في كرة القدم بس ولكن في كل اللعبات، بداية من كرة الطاولة، السلة، الثري باي ثري، الجودو، كرة اليد. ما شاء الله تبارك الله الأمور تسير بشكل صحيح، وفي منظومة وكادر طبي بيشتغل يدا بيد مع القائمين على الرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث. فأعتقد الحمد لله البطولة مش حاسين قوي ان في ازمه ولا في جائحه. صحيح ده بيعمل ضغط ولود كبير جدا على المسؤولين وعن الجهات المعنيه، لكن الحياه دايما اتعودنا ان البطولات الرياضيه هنا بيكون ليها مذاق وليها بريق خاص. واعتقد ان الناس من دلوقتي بدات تعيش اجواء بطوله كاس العالم 2022 بروفه مهمه وبروفه قويه. لو ان شاء الله باذن الله ونامل من الله وندعو ونبتهل الى الله سبحانه وتعالى الغمه تزول والجائحه تنتهي، لكن حتى لا قدر الله لو استمر الوضع حتى العام المقبل، اعتقد ان قطر دايما سباقه وعندها الحلول وتقدر تتعامل مع الازمات وتكون بطوله كاس العالم 2022 رغم كل الصعوبات بطوله استثنائيه باذن الله. اللهم امين. اللهم لك الحمد. طبعا رغم الظروف لكن احنا متوقعين ان البطوله راح تكون باذن الله عالميه، يعني مثل ما عودتنا قطر ان تعدي هالظروف اللي تمر فيها. لكن ايضا اللي يخلي هالبطوله حلوه اللي هي المباراه الثانيه اللي راح تكون في بطوله كاس العالم للانديه، نادي الاهلي المصري امام نادي تحيل القطري. احنا ذكرنا هالسؤال من قبل ونقوله اجين، صعبه التوقعات بصراحه، لان نادي تحيل القطري في الفتره الماضيه قدم مستويات جدا رائعه. نعم. وبعد الاهلي المصري يعني غني عن التعريف، وايضا شفناه كبطل دوري ابطال افريقيا. فما بقول توقعاتك للمباراه لان احس اعرف ايش بتقول، بس ابي اقول شلون تشوف المباراه من الناحيه الفنيه. شوف الحقيقه اللي فاتكم واللي جايكم تاني، يعني بالمصري اللي فاتكم بالمصري، لكن بالمعنى الدقيق ان اللي انتهى مر خلاص اصبح من الماضي. كل فريق الدحيل بطوله بالنسبه له بطوله تاريخيه، بطوله بالنسبه للدحيل. الدحيل كان الامل وكان الحلم منذ صعود الفريق لبطوله الدوري قبل 10 سنين. الفريق قدر ان هو يعمل انجازات دخل بيها موسوعه جينيس للارقام القياسيه، الفوز ب7 بطولات دوري في فتره وجيزه جدا، كتب تاريخ جدا ليه في الكره القطريه. لكن حلم المسؤولين وحلم اداره النادي هو التالق على الصعيد الخارجي وعلى الصعيد الاسيوي. كان الموضوع قريب في فترات كبيره جدا والفريق بيقدم عروض كويسه، لكن للاسف ما توفقش، ولحد دلوقتي لسه الحلم الاسيوي ما اتحققش. فالبطوله دي مهمه جدا بالنسبه لفريق الدحيل من ناحيه الظهور الخارجي، ونوري لكل الناس ونوري لكل العالم ازاي في فريق قطري قدر ان هو يعمل انجازات محليا وعنده طموح ايضا انه يكون متالق عالميا. فبالتالي الناحيه الفنيه اعتقد ان كل المقارنات وكل الحديث عن السابق كل ده هيختفي مع صافره البدايه ان شاء الله لمباراه النادي الاهلي. الاهلي ايضا نفس الشيء، الاهلي بالنسبه له مر بظروف صعبه، مر بفتره كان فيها ضغط كبير جدا وانتقادات من ناس كتير، لكن قيمه الاهلي وشخصيه النادي، الاهلي نادي بطولات، قدر ان هو
يرجع مرة تانية لأجواء المنافسة الأفريقية بعد فترة من سوء الحظ. الحقيقة الفريق بيوصل لنهائي دوري الأبطال ثلاث سنين على التوالي مرتين ما قدرش إن هو ياخد اللقب في المباراة النهائية، لكن المرة دي كان الفوز ببطولة أفريقيا فوز عظيم جدا وانتصار للفريق قدر إن هو يوصله لكأس العالم للأندية للمرة السادسة. ده تأكيد على قيمة النادي الأهلي. فنيا الأهلي قوي جماعيا، فريق منظم، عنده مدرب كويس جدا شارك قبل كده في بطولة كأس العالم للأندية 2015 مع سان داونز، فبالنسبة له البطولة مش جديدة عليه، مش غريبة على بطولة كأس العالم للأندية، ده بيدي حافز. فأعتقد أن الفوارق الفنية قريبة جدا ما بين الأهلي وما بين الدحيل. إيه اللي يحسم مباراة زي كده وإيه اللي يقدر اللي خلينا نقول لا الأهلي يفوز أو الأهلي أو الدحيل يفوز؟ أعتقد هي بعض التفاصيل البسيطة، مهارات فردية للعيبة ممكن تحسم المباراة. كل فريق هيدخل مركز، فهي عموما مباراة قوية جدا. ولازم نأكد على نقطة، الدحيل فاز الأهلي فاز، اللي هيلعب في مباراة بايرن لازم كل الناس سواء جماهير الأهلي أو جماهير الكرة القطرية أو جماهير الدحيل كلها تقف معاه وتسنده، لأن ده هيكون ممثل للكرة العربية. والله إن شاء الله ربنا يوفق الجميع. هذه النقطة اللي كنت بتكلم فيها، يعني سواء نادي الدحيل اللي فاز أو سواء نادي الأهلي اللي فاز، هو تقريبا فوز للعرب أجمع. ولكن في حال فوز أحد الفريقين بإذن الله راح يقابل بطل أوروبا وهو بايرن ميونخ في نصف النهائي. تصورك لهذه المباراة اللي راح تجمع أي مكان من الفريقين مع بايرن ميونخ، خصوصا أن ما شاء الله كلا الفريقين يحمل تاريخ، كلا الفريقين يحمل إنجازات، فتصورك الفني يعني بالمبارك. نقدر نقول هل بنشوف مفاجأة؟ أشوف يا ماجد، على الورق وفي الواقع وكل الترشيحات واي حد هتساله يقول لك لا، ما بدون تردد الاجابه محسوبه، بايرن هيفوز على اي فريق هيقابله وهياخد اللقب. لكن في كره القدم الامور ما بتتحسبش كده. خلينا نرجع للبطوله السنه اللي فاتت ونشوف ليفربول بطل اوروبا اللي كان مكسر الدنيا وكان بينافس على لقب بطوله الدوري لحد اخر مباراه، تعب جدا عشان يتخطى عقبة فريق مونتريال المكسيكي وبعد كده يفوز على فريق فلامينجو البرازيلي في المباراة النهائية بهدف في الأوقات الإضافية. نعم. فبايرن ميونخ صحيح فريق بطل أوروبا للتقدير وللاحترام، وفريق فايز بالخماسية وجاي عشان عايز ياخد السداسية. لكن بالنسبة للنادي الأهلي، لو هتسألي أي أهلاوي سواء صغير أو كبير أو أي حد في الشارع العادي يقولك الأهلي ما بيدخلش بطولة إلا عشان يلعب عليها وينافس عليها. يا عمي طب هتلعب بايرن ميونخ؟ يقولك لا، هو ده الطموح، ده اللي بيخلي فريق الروح اللي يحملونها. أيوة داخل، هي دي روح النادي الأهلي. صح. اللي يخلي أي فريق، اللي يخلي الفريق في المكانة دي بطل القرن في أفريقيا ونادي خزائنه عامرة بالألقاب والبطولات وسمعة النادي الأهلي سابقاه في كل مكان، وده اللي شفناه في الاستقبال الحافل والرائع جدا هنا في الدوحة لما الفريق وصل، واللي نال الحقيقة إعجاب وإشادة كبيرة من كل أطياف المجتمع القطري بمختلف ميولهم. كانت صورة جميلة ومشهد رائع جدا، سواء الالتزام بالإجراءات الاحترازية أو التعاون مع الأمن اللي الحقيقة برضو ضرب، عمل صورة جميلة جدا في إخراج الشكل العام بأفضل صورة رغم ظروف جائحة كورونا. فده بالنسبة للأهلي. الأهلي مباراة بايرن صعبة مستحيلة، هم كل تفكيرهم ان هم يفوزوا، ودي روح كويسة. واعتقد برضو ان بالنسبة لفريق الدحيل نفس الامر بينطبق على لعيب الدحيل. في كرة القدم مفيش حاجة اسمها مستحيل، صحيح. بتلعب مفاجأة دايما موجود 11، نعم. زي ما قلنا البايرن فريق ليه كل التقدير والاحترام، لكن ما نعرفش الظروف اللي هتحصل ايه قبل المباراة. لكن الاهم من ده كله الحقيقة نورة من وجهة نظري ان على لاعبي الفريقين سواء الاهلي او الدحيل ما يفكروش في بايرن دلوقتي خالص، لان اللي هيفكر في البايرن راح يخسر قبل المباراه الاولى. صحيح. هيدفع الثمن غالي. صحيح صحيح صحيح. احنا نتابع وياك على الشاشه الحماس اللي شفناه لجماهير نادي الاهلي في استقبالهم لناديهم، وشفنا الفيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبالذات لرئيس النادي محمود الخطيب، وايضا رده فعل الجميله اللي كانت، اللي يقول انا ما اقدر اخذ الكريدت كامل، هو اسهل كلام يعني شكر لي وايضا للفرق كامل. لكن عندك رساله توجهها للجماهير مع حماسهم اللي نشوفه، كنا نعيش في ظروف تاثر بشكل كبير على موضوع التجمعات. الحقيقة أنا كنت قريب من الجماهير دي خلال الفترة اللي فاتت. الحقيقة كانوا عاملين معسكر مغلق في مقر رابطة النادي الأهلي هنا في الدوحة، الكل واصل العمل الليل بالنهار عشان يخرج مشهد الاستقبال بأفضل صورة دي. فالحقيقة كل التحية لكل أعضاء رابطة النادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي اللي التزم، كمان التزم يا ماجد. صحيح. لأن في ناس كتيرة جدا، عايز أقول لك 60,000 كانوا عايزين يروحوا للمطار ويكونوا في استقبال بعثة النادي الأهلي. لكن التجديدات من الجهات المعنية كانت احنا جماعة في ظروف كورونا
في اجواء وهذا بيصالحهم لازم, لازم سلامه الجمهور قبل سلامه اللعيبه وسلامه الوفود. فرسالتي لجمهور النادي الاهلي وكل الجماهير القطريه اللي هتكون موجوده وكل اللي هيحضر في مباراه الاهلي والدحيل, نحافظ على بعض, نلتزم بالاجراءات الاحترازيه, نمد يد العون للجهات المعنيه والمسؤولين الامن وللجهات الطبيه, الكل يلتزم عشان تخرج البطوله بافضل صوره ونعدي المرحله الصعبه دي, لان الحقيقه الضغط كبير جدا على الجهات الطبيه والكوادر الطبيه اللي يمكن لما نقول لحد دلوقتي بعد مرور 3 ايام بس او 4 ايام من وصول البعثات بدايه من اولسن هيونداي الكوري والاهلي وبعدين تجريس 1500 مسحة للاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية, ولسه بقى بدأنا من الأمس مع استلام التذاكر الفحوصات والمساحات للجماهير, فده ضغط كبير عليهم ربنا يكون في عونهم, فلازم كلنا نتعاون معهم عشان الأمور تسير على ما يرام. أكيد رسالتك وصلت, وبالعكس نفس ما قلت أنت أنهم أوريدي مطبقينها من قبل, لكن الذكرى تنفع المؤمنين, يعني نقول على الأوضاع اللي احنا فيها. الصحفي محمد الجزار يعطيك ألف عافية, ونتمنى نشوف طبعا أكيد يوم الخميس المباراة تكون جميلة وتليق بهذه البطولة, وألف مبروك للفائز من الحين إن شاء الله. الروح الرياضية موجودة. شكرا لك يا محمد حضورك اليوم معنا. شكرا ماجد, استمتعت جدا بالحضور معك. شكرا لك. طبعا لما نحن